اليوم موضوع الموازنة وغبن محافظة نينوى من المبالغ التي خصصت في مسودة القرار المقدم إلى مجلس النواب. احنا اليوم يعني طالبنا من نواب نينوى، اليوم الذين يشكلون يعني اكثر من 10% من اعضاء البرلمان العراقي، ان يكونوا يعني كتلة واحدة وان يكون لديهم رؤية مشتركة من اجل المطالبة بحقوق محافظة نينوى. لان ما معقولة ان محافظة هي محافظة منكوبة، فيها من الدمار الكبير، فيها الكثير من الشرطة، آلاف الشرطة المفصولين، وتحتاج الدرجات الوظيفية الكثيرة جدا. ما معقول أن تكون الموازنة بهذا المستوى. أيضا اليوم عودة النازحين يعني تحتاج إلى مبالغ، فبالتالي ما مطروح اليوم من الموازنة من أرقام هي حقيقة هي أرقام خجولة. نطالب كل أعضاء البرلمان العراقي أن تكون لهم وقفة جادة من أجل محافظتهم، من أجل المنكوبين، من أجل المظلومين، من أجل عودة الحياة إليه. أيضا طالبناهم بتفعيل قرار مجلس المحافظة بإلغاء النقطة الجمركية التي أخذت تشكل عبئا كبيرا على أبناء المحافظة بغلاء الأسعار، وأيضا يعني طالبناهم بتفعيل كل قرارات مجلس محافظة نينوى من أجل أن ترد الحقوق، ولا ترد الحقوق إلا بالمطالبة وإلا بالتكرار ومتابعة عمل الوزارات وكذلك في الإعلام من أجل استحصال حقوق محافظة نينوى. احنا اليوم كما ذكرنا اليوم الموازنة يعني إذا مررت فراح تمر من خلال البرلمان العراقي. أعتقد اليوم كل الأمور غير مهيئة لأن تمر هذه الموازنة، كون اليوم كل اللجان لم تشكل في مجلس النواب، وأيضا سيكون لنا وقفة جادة من قبل مجلس المحافظة وبالتنسيق مع نواب نينوى. اليوم من يدافع عن حق المحافظة في بغداد هم نواب نينوى. اليوم على جميع النواب من جميع الكتل من جميع القوميات أن يتفقوا على حق محافظة نينوى وإرجاعه من أجل أن تعود الحياة إلى محافظة نينوى بشكل كامل.